أول شيء سنقيس دورة العنق بالنسبة للجانب الأمامي. دورة العنق هذه، إذا سنقيس دورة العنق هنا، لدي هنا 8.5 سنتيمتر. نفس الشيء بالنسبة للجانب الأمامي، إذا لدي 8.5 سنتيمتر، يعني أبدأ من 8.5 سنتيمتر. ثم أقيس يعني الجانب الأمامي هكذا، إذا لدي هنا 23 سنتيمتر هو طول العنق بالنسبة لدي. إذا سأرسم فتحة العنق أو أرسم هذه القطعة التي تكون في العنق، سأرسمها طولها 23 سنتيمتر. إذا سأرسم بأسهل طريقة هذه الطريقة التي أتبعها. إذا 23 سنتيمتر سأقسمه على 2 تساوي 11.5. إذا سأخرج يعني هنا لدي زاوية قائمة، هنا لدي زاوية قائمة، إذا سأخرج ب 11 سنتيمتر هنا، ثم هنا أيضا 11 سنتيمتر. يعني سأرسم شيء أو نصف دائرة بهذه، ثم بعدها سأحدد، سأضيف إليها 3.5 سنتيمتر هكذا. هذه هي أسهل طريقة لرسم الكول أوفيسي. إذا سأقيس 23.5. إذا وجدتها في هذه النقطة، الآن من هذه النقطة هناك يعني لا أصعد مباشرة، وإنما أدخل 2 سنتيمتر في هذا الخط الأول هكذا، ثم أرسم دورة العنق يعني على شكل كول أوفيسي.